السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة التناصح. شهد المحور الغربي لمدينة بنغازي الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات مجرم الحرب حفتر. مصدر من مجلس الشورى قال إن مقاتلي المجلس أعطبوا دبابة من نوع T55 ومدرعة وسيارة عسكرية، مضيفا أن قوات المجلس استهدفت تمركزات قوات حفتر بالمدفعية الثقيلة، مشيرا إلى أن قوات المجلس لا زالت تسيطر على تمركزاتها في مناطق قنفودة والقوارشة. هذا وكان مصدر من مجلس شورى الثوار أفاد ليلة الاثنين برصد تحشيد لقوات حفتر قرب المحور الغربي تمهيدا لاقتحامه. هذا وأفادت مصادر إعلامية تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي الثلاثاء باستشهاد أحد الثوار وجرح 6 آخرين في الاشتباكات الدائرة بالمدينة. المصادر ذكرت أن الاشتباكات متواصلة وأن قوات الثوار لا زالت تسيطر على بوابة القوارشة غرب المدينة، فيما ذكر مراسل لمركز السراي لقناة التناصح أن لغما أرضي انفجر مما تسبب في تدمير ناقلة تابعة لمجرم الحرب حفتر في طريق طرابلس بالمحور الغربي بالمدينة. ومن جهة أخرى، قال مراسل مركز السراي لقناة التناصح الثلاثاء إن طائرات بدون طيار تواصل قصفها مناطق سيطرة الثوار بمدينة بنغازي. المراسل ذكر أن الطائرة الموالية لقوات مجرم الحرب حفتر شنت 8 غارات جوية الثلاثاء على مناطق سيطرة الثوار بالمدينة. كما ذكرت أن طائرات أجنبية بدون طيار لا زالت تحلق فوق سماء المدينة. الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها شورى ثوار بنغازي عن رصدهم لتحليق طائرات أجنبية بدون طيار فوق مناطق تمركزاتهم بالمدينة. قالت مصادر إعلامية تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي الثلاثاء إن 5 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون في انفجار لغم أرضي بمحور القوارشة. المصادر ذكرت أن مدرعة تابعة لمجرم الحرب حفتر سحبت جثة لجنود تابعين له في شارع الشجر بالقوارشة. كما أفادت المصادر أن مستشفى 1200 بالمدينة استقبلت عددا من القتلى والجرحى تابعين لقوات مجرم الحرب حفتر. يذكر أن اشتباكات عنيفة تجددت بين مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات مجرم الحرب حفتر بعدة محاور في مدينة بنغازي. وأخيرا، حيث قبلت محكمة الجنايات الدولية الشكوى المقدمة من المجلس الليبي الأمريكي للعلاقات العامة ضد آمر حرس المنشآت النفطية إبراهيم جدران وآخرين، وذلك بتهمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية وإضعاف الاقتصاد الليبي. وتخضع الشكوى حسب المدعي العام بالمحكمة إلى دراسة أولية لاتخاذ قرار بفتح تحقيق رسمي من عدمه، إذ أن الشكوى استوفت الشكل القانوني والاعتراف بخضوع الجريمة المحتملة لاختصاص المحكمة. هذا ويناشد المجلس الأمريكي للعلاقات العامة الهيئات الحكومية المختصة ومكتب المدعي العام والمؤسسة الوطنية للنفط ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين الليبيين بالمشاركة في التنسيق مع المجلس وتوفير الدعم الرسمي والأدلة والشهود. ختام الموجز، في أمان الله.